اجمل التحايا والآمال لتحرير المغرب، وفي نفس الوقت تحرير فلسطين، تحرير فلسطين وفي نفس المغرب. لكن ما ألاحظه وبآلام شديدة وهو أننا ونحن نناضل الآن بناء على التطبيع، نناقش التطبيع على مستوى شعارات في الوقت الذي انتبهت فيه الصهيونية على ضوء التحولات الكبرى وعلى جرأة تجاربها وأقوالها على أن التطبيع بالنسبة إليها وهي تحتل فلسطين في سنة 48، التطبيع هو مهمة جديدة من مهام السينما الصهيونية، الشعر الصهيوني، الفن الصهيوني. إذا قارنا هذه المهام الأدبية السينمائية الثقافية الشعرية العربية والصهيونية، إلى قرنها على ماذا نحصل؟ نحصل على حجم الفارق النوعي، الفارق النوعي والتأخر الفاجع زمنيا في إدراك الحركة الوطنية في المغرب وفي مصر أو في الوطن العربي لأهمية دور الثقافة والإمبريالية، الثقافة والصهيونية العالمية، أهمية السينما، أهمية الشعر ودورهما الفاعل في بإبعادهما المتعددة الفكرية، السياسية، الإنسانية، الثقافية، الجمالية. اليوم ماذا اخترت؟ قبل سأؤجل دور السينما إلى لحظة أخرى من هذه اللحظات التاريخية والتي مع كبار السن قد لا أكملها. اليوم سأبدأ بالشعر في فلسطين وفي المغرب بالذات، لأني وأنا إذ أقول أنا مغربي فأنا فلسطيني، فلسطيني فلسطيني، أنا مغربي مغربي مغربي. ولأبدأ بالملاحظات الأولية، لأن كان قيام الكيان الصهيوني هو نتيجة ماذا؟ نتيجة قيام كيان علوي لا يحمل أي مشروع رؤية جديدة، بل قتل وصلب كل المشاريع المغربية الدافعة إلى التقدم، إلى الحرية، إلى الكرامة. أي أن هؤلاء العلوي ليس لديهم مشروع، بل هم كيانات عصابات قائمة على تشريد الشعب، وشرد الشعب المغربي حوالي قرون قبل تشريد الشعب الفلسطيني. هذا قرار التقسيم الذي وقع هو ما نعيشه حتى اليوم، وهالجريمة شكون اللي ارتكبها؟ ارتكبت الحركة الوطنية من اللي قبلت اتفاقية اتفاقية اكس ليبان، وقصفت الوطن حتى ولينا نسمعوا الوطن
هذا الاستقلال ديال الشمال، هذا الاستقلال ديال ممكن نعني به الشمال، ما كنعنيش به الريف. الريف ما عمرو كان انفصالي او انقسامي. هؤلاء هم الانقساميون والانفصاليون. محمد عبد الكريم كانت له رؤية شمولية أممية، كان مع الفيتنام، مع الجزائر، مع ليبيا، مع فلسطين. اللي عشناه احنا في المغرب مع هذه الدولة هذه، مع عفوا مع هذه العصابات والمافيات المستندة والمعتمدة على الدين الإسلاموي الأفيوني التضليلي الاستعبادي، دين كيقبل العبودية والرق والعنصرية، دين باقي تيعتمد على ضرورة حجاب المرأة. ماشي في المغرب، في العالم الإسلامي، في لدى مليار حوالي مليار و 800 ألف مليون من البشر باقين هما اللي كيشردوا في نفوسهم. ايوا هاد المليار و 800 ألف اشنو قوامه؟ راه المرأة. هاد المرأة مهمشة، ما تقراش، باقي تيقولوا لها العيالات ما تقراش، ما تتعلمش، ما تكونش إمامة، وهي أولى. أتلدوك، أتلدوك من أجمل ما فيها وهو رحمها ومن الرحمن، والرحمن اسمه جاي من الرحم ديال المرأة. هذه كلام كبير بين الآبسية والأموسية. الرحمن الرحيم منين جا؟ من رحم المرأة، لأن هو اللي رحمنا، هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، إلى الأنوار، إلى الضياء. إذن هذا حدث كارثي مع هذه العصابات العلوية. ما يمكنش تعيش لحظة واحدة إلا في تغيير الثقافة. سينما، المسرح، الفنون، الشعر، الموسيقى، الجمالية. في الوقت اللي خاصها تقام فيه في رمضان، شيء عادي، شهر عادي، شنو؟ شهر عادي من بين الشهور والفصول، باش تعيش الناس الأفراح، ماشي الأسراح. التراويح من جاية؟ من الأسراح، من الشعور بالذنوب. أي ذنوب ارتكبتم؟ الذنوب اللي ارتكبتها هذا الغرب الإطلسي الأوروبي الأمريكي لمدة قرنين، أداب شعوبا وأباد ثقافات وأباد أديان حقيقية. ما عمر هذا الدين كان دينا ديال العرب ولا ديال المسلمين أبدا. من اللي قامت هذه الخلافة العثمانية، وقارنوا الخلافة العثمانية بالخلافة العباسية والأموية. وفي الأندلس الشعر، الآداب، الثقافة، العلوم، الفلسفة، اتجهت هذه العصابات العثمانية وسيطرت على الوطن العربي بالذات، ولم تنشئ ولا فيلسوف واحدا. أعطيني أنا يا ذاك الكلب ديال أردوغان اللي كتبعت، يا ولد الكلب، باش بالتعازي الحارة إلى الصهاينة ماشي إلى الفلسطينيين. وما ظل وهو ما ظلمش، راه عباس أول من أدانا العمليات المقاومة الثورية. إذن هذه الكارثة العظمى، تغييب الثقافة بعدا. لاش بغينا الأرض بعدا؟ ها احنا كنناضلوا لا في المغرب ولا في فلسطين من أجل الأرض. لاش؟ خاصنا نناضلوا من أجل الإنسان، ثقافة الإنسان. هذا هو اللي قالها دوار سعيد، محمود درويش، حباش،
شعراء الأرض الذين يشعرون بحياتهم بحبهم بكرامتهم. اش ما نديروا بهذه الأرض؟ إذا ما غنردوش الأرض أيضا، لأن العقلية ديالنا ما هيش عقلية ديال الأرض. الأرض بتتكلم عربي، أمريكي، مصري، عراقي، إفريقي، إنساني، أممي. من الذي أصمتها وجعلها صماء الأرض؟ شكون؟ هاد الكلاب هادو حتى اليوم. أنا ماشي جالس هنا غير ما وجدت حاجة، راه ما كان حقد على حد قد لكم، لأنه ما يمكنش مراضين يكون حقد أو يمس بالأشخاص، راه ما كان مسوش بالأشخاص. ها أنا مع الجيران ديالي كان مس ماشي بالشخص، من اللي تيقول أنا مسؤول، أنا كان مثلك من مالك من وزير من رئيس بلدية من برلمان، ما كان مسوش أنا في شخصه. الماء شي ملكات، الملك ما هماش اشخاص، هما ملكات تملكوا ثروات ديال شعب وكيمارسوا بهن جميع الاثام ديال الشعب. اللي مغربيه تخرج وتحس بالام الناس، ما طيشه هاد العام ديالها الفضيحه. البنزين البترول راه ماشي غالي غير هنا، راه في ألمانيا كارثة، في الإنجليز راه المظاهرات في الإنجليز، في الإنجليز واحد لاخر شي مظاهرة تيقولك عاش الملك. طاكسيات البارح تيقولك وحنا راه بقى لينا الملك. واش هذا كاع هذا المرض الديني الأفيوني ما بغى يحيد على هاد الناس؟ واش ما تكونوش علماء؟ واش ما تعرفوش ما معنى التحولات الكبرى في العالم اللي واقع اليوم؟ الصراع اليوم يا اما بوتين كشعب سوفيتي يبقى ولا يموت، راه صافي لا مقاومش، هو يقاوم ما كيهاجمش. يا حيوانات لا يريد الغزو، راه في ليله وحده يدخل اوكرانيا. هو يقاوم ويناضل في حقه في الوجود. الإمبريالية الأمريكية لا تريد وجودا لروسيا الاتحادية أبدا، فأحرار السوفيتية ولا الصين، لأنه ما يمكنش الإمبريالية وهاد أوروبا وهاد وين عاشوا على نهب الشعوب ونهب أفريقيا والثروات وتجي أنت تغير ليه الواقع ديالو. مستحيل. أشنو الفرق بينك وبينه؟ انت اللي قاعد تقول انا امير المؤمنين، اش الفرق بينك وبينه؟ هذه الاحداث الخطيره، الفرق بيننا وبين اوروبا، الانجليز خارج وامام بيت الوزير رئيس الوزراء، وانت كتموت وكتقول هاش الملك. أو الله ما الله مالو؟ أنا غنعتق السيدة ونوري لك شنو يقول الله ماله؟ يا الله يا راه أبادي، فكرة أبادية، ماله ماله والله؟ أش إلا هاد إلا هاد البلدان هادي، هاد المصيبة السوداء. البارح كنت نشوف وجدت ان قالك المجلس الاعلى ما عرفت لي الفنون في مصر الغاء عرض افلام اباحه. وهذه الاباحه غادي تكون علاقتها بفرض قائم في السينما. وهذاك المصري اللي سيتكلم في القناه وانه ما هاد القرف، ما هاد ما هاد ما هاد ياه، واللي بس ديالو شبعان تظهر لي في وجهو، يا ما هاد القرف وهاد الإباحة وهاد الدعارة والعهارة اللي ارتكبها من السادات
المبارك داك الخوانجي السيسي واخر نتائج كامل ديال الاتفاقية ديال القاهرة يمشي ما يسمى بوزير الخارجية قداش شكري وقاعد حدا قبر بن قريون. هذيك ماشي إباحية، هذيك ماشي ظهارة، ماشي عهارة، ماشي قحابة. أمصر كتقولي أنا مصري ما بالك والو أم أكثر. واش واحد فرد مثلا يسيء إلى نفسه ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي، ولكنه فرد مالك. أما ترى دولة، أنت مجتمع، أنت تاريخ، أنت ذاكرة، أنت أهرامات، أنت سد واد النيل، سد الأعلاق، أنت جمال عبد الناصر. أي فين كاين الإباحية؟ وهذه الثقافة اللي خاصكم تعلموا. كيضحك ويسخر من عقول، لأن العقول اللي ولات سيطرة هي ذهنية التحريم وعقلية التكفير وشريعة القمع. وهل خلقت أنا من حرم أمي لأعيش، خرجتني إلى الحياة، إلى الحياة ماشي إلى الموت، ماشي ندرج وجهي. فام ماروكان ليف طنفوال موطر أتوس طابوتي قالوا لا نعيشوا فيها مالو. الله الله يا أمي ولي مريض باش يداوي، راه كداوي طفلة صغيرة جميلة جميلة. ما نغنيوش حنا بحال هكا، نبقاو حنا التراوح، نبقاو حنا مقابليناش اش من ساعة هادي. لاش؟ ماشي باش نحيا حياة ما استطعت إليها سبيل. لا قالك باش تصلي وتتعرف ما معنى الصلاة؟ يا الصلاة راهي سيدك بالحياة أولا. هذا رسول الله، ولا بغيتي الله فين هي قرايتك؟ فين اللاهوت؟ فين علم الله ميطافيزيك؟ وانهض يا سقراط، ارسطو، افلاطون، ديكارت، هيجل، هايدغر، هادو راه كلهم علماء ديال الميتافيزيقا. ماشي ماديين، ماشي جدليين، ماشي تاريخيين، ولكن علماء كيبداو من الارض. الارض، الارض وتتكلم عربي. ماشي كتكلم مبارك، كلب مبارك والسادات وعباس وسعوديين وكويتيين، كيتكلم صدام حسين في جمالياته العظيمة لما قرر الإمبريالية الأمريكية وحلفائها في أوروبا أن يضعوا سفراء في القدس. أول زيارة قامها إلى السعودية، وكان الملك خالد كان باقي الحياة شوية، صدام حسين، وهو وجاو اش حامل؟ حامل البندقية. لما وصل عندو يلا سلمو، قال له الملك خالد اعطيني قلم وورقه. استغرب الملك، او قال الاعوان ديالو اعطيهم ورقه، شكون ما يقدر يرد على صدام حسين الرجال؟ قال لي اعطيه ورقه وقلم. قال له اكتب صدام حسين رئيس الجمهوريه العراقيه والملك خالد ملك المملكة العربية السعودية أنهم متفقون وقد قرروا أن كل عصابة ما سماهاش دولة تبني
سفارة أو تمثيلية في القدس سنحرمها، سنمنعها من البترول العراقي والسعودي. فينكم؟ وفين الجزائر؟ هو شنو دورك؟ وانت قصد الجزائر دير رمضان وتقول الأفارقة الثورة قال رمضان صافي، وأقول الثورة وأقول الشعوب ضاعت، ونادي بكل لحظة عاش بوتين، أنا حليف بوتين وبوتين أنا، أجيت تترك خليني من هذا، هذا راه معروف، راه هذا راه حليف ديال إسرائيل معروف. من جدود جدودو جدود جدودو. إيوا أنت كتبت الثورة، الثورة الجزائرية العظيمة. كتنافقوا في الشعب باش تبقى في الكرسي. علاش؟ لأن الشعب عنده الإسلام، أش من إسلام ديالهاش. محمد راه جاب الدين الجديد، ثورة جديدة. بينما انتم كل شيء بغيتو تردوا بنادم ومبارك. ايوا هاد الشهر اللي فيه مبارك اش فسرتونا؟ بالتحرير، بالحريه، الكرامه، باش فيما تبشرون؟ تستهزئون بنا؟ بشرتينا بتحرير فلسطين، باش بشرتينا؟ كلكم غتستغلوا الدين هكذا، أي دين، دين ديال راه كلشي وليتو خوانجية، راه هاد الخوانجية غير عالنين هكا، بالإجماع نتوما. أقول تنظيم بشرناكم بأنكم راه حنا فرحانين بالتحولات الجديدة الكبرى اللي دارها بوتين، ماشي نتا ولا غيرك. القرن هذا والجزائر كاينة فينا، جزائر ثورة جميلة، أبو حرود عبد القادر الجزائري بن بلا، ويا ليت لنا أبو مدين. ها في خطاباته ووقفته وبنادم الله، وتيتوضاو بالبول. على المسلمين كانوا تيتوضاو بالبول ديال الصهيونية، لعليين يتوضأ بالسيف قبيل الفجر. أنبيك علي لو جئت اليوم لحاربك الداعون إليك وسموك شيوعيا، لا تزال صورة الجار ترى عثمان خليفتها وتراك زعيم السوقية. يا ليت لنا عثمان، إنه ملي كنتكلمو باحترام العظماء، لكن كنمجزو طبقيا ما بين عثمان كممثل للطبقات العليا الجديدة استغلالية، وبين علي كممثل ماشي كشيعي، كممثل للطبقات المسحوقة الجديدة في ظل الإسلام. في ظل الإسلام أصحابه غنوا لي، لأن راه غنجي لك قصيدة أخرى اللي قالها شاعر، لم يبقى فيهم لا أبو بكر ولا عثمان، جميعهم ذبحوا خيولهم
وكسروا سيوفهم وقدموا نساءهم لقائد الرومان. شكون هو قائد الرومان؟ راه هو اليوم، هو اليوم نتنياهو، هو بن غوريون، هو الصهاينة، هو الامريكان. شكون؟ راه كنحترموا التاريخ، لا نضلل الناس غير لاننا عندنا غنقولوا له هذا عثمان لا قيمه له، نقارنوه بهاد الشميت والرعاوي اليوم من الناحيه الاخلاقيه. اليوم راه ولادنا كيتغتصبوا. شي واحد مغتصب بغا يكون ملك المغرب؟ فين كان يوسف بن تاشفين؟ فين كان يعقوب منصور الموحد؟ او واد ونقارنوا بعثمان؟ أنا كنقرا عثمان من الناحية العلمية التقديرية الاحترامية. وما لعبه من دور إلى جانب النبي في بناء مجتمع جديد. لكن الثورة، الثورة المسيحية أفراد ديال عثمان كشخص، الثورة المضادة، والثورة المضادة طبقة. سخرت عثمان، هذا علم، هذا ما عندوش علاقة بديك الأخلاق ديالكم مشحونة بالأحقاد وبالخرافات والأوهام والسحر. هذه الكوارث وهذه الكوارث الفجائعيات تلقي بظلالها القاسية على واقعنا المغربي. أولا كذاب من يخلي الواقع المغربي ويمشي يتذكر على شي واقع اخر، حتى ولو ان القضيه الفلسطينيه قضيه وطنيه، لان الشعب الفلسطيني قاد اولا قادر على شغله. راه البارح احتفالات غير الشهداء ملايين فلسطينيين كيشاركوا في الدفين ديالهم، وحنا هنا راه اليوم فينا شو 19، حنا راه كا كيخليو وبغى يطير. ايوا رانا باغي نطير، علاش؟ وبغيتيني نبقى انا قاعد نجنحو؟ راه بصح وبغى نطير ونحلق ونكون صقر ونكون نسر ونكون ليت سبع. راه بصح بغى نطير. ايه واش ونتجاوز هاد الوضعية الدليلة الحقيرة اللي أنا قاعد فيها على آخر عمري. في القرآن راه آيات بقات عظيمة واخا حاولتو تشقوه. راه خاصك أول نص هو تكريم الإنسان، هذا معنى وجود الله، ومعناه يا وجود الله راه هو تكريم الإنسان. وماشي السجود كيف تتخيلوا يا حيوانات. ما كانش عند الله الأعلى، ما كانش عنده سجود بمعنى السجود تركع والبيعة ولا هو تكريمه. ولقد كرمنا بني آدم، يا بني آدم هو التوحدة كلها يا محمد السادس التوحدة. وفين بني ادم؟ كرمنا ولقد كرمنا بني ادم مغاربه وحملناهم في البر والبحر. يا انت بينما الله حملهم في البر والبحر للاكتشافات، انت حملتهم في البر والبحر للموت البطيء طلبا للخبز فين؟ عند العدو، وتسرق كل شيء. تتعرف حتى القران معناه؟ قيل عليك القرآن، قيل عليك يا الكلاب. القرآن ولات عنده وزارة ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية. أشنو الأوقاف؟ هي الحصر، الإنسان ما يتحركش، تيجي كل شيء من الداخلية والأجهزة البوليسية. هذا هو وزارة أو هذا هو الأوقاف. الإسلام ليس له شؤون، ماشي شغلك. الدين لله والوطن للجميع. تأرى نتقاسموا أشنو في هذا الوطن؟ شي شغلك.
عبد الجبري القوي المناضل كيقول إلا صليتي وصمتي وحجيتي وقلت اشهد ان لا اله الا الله فانت مسلم، ولكن لا قلتي لواحد اخر دير هادشي، صلي صوم حج ما بقيتيش مسلم، وليتي اسلاماوي لان ماشي شغلك. لسا عليهم بمسيطر، وهذا محمد نبي. انما عليك البلاغ المبين، احسن التبليغ، الكريم الذي تبلغه، احترم عقله، لأنك ستبلغ شخصا عاقلا ذكيا بالغ الذكاء، ماشي جاي وإلا القي كلامك ولا قرآنك على الحجر، وإن من الحجر لما يتشقق منه الماء، وهذا راه الله لك بأن راه كاين شي كلاب بحال اللي عندنا وعند في مصر وراه راه يمكن، وإن من لما يتشقق منهم إلا هؤلاء الكلاب، لن يتشقق منهم حياء ولا وقار لكرامتهم وأنفسهم وأرواحهم. فأحرحنا ثم جي في جوانا، لاش نقول كان يا ودي هذوك راه مستنقعات مجابيل، واش يمكن لي انا في ظل ثقافه وحضاره اسلاميه حقيقيه ماديه ما نحترمش المسجد، يتجمع فيه الناس من اجل لا اداء الصلاه فقط، هذيك حريه بل. اول لمناقشه اوضاعهم شؤونهم، برلمان محلي اقليمي، شكون هذا اللي غير كيفاش غرفوا انا مسجد بحال هذا يا حيوانات؟ حبس، سجن، باش ما تفكرش الناس. ولكن واش غندير على الناس دابا؟ راه ما يمكنش، راه ما هماش ناس. وحامل بكر، حامل الدكتوره ومعلم ومحامي، ثم يتفقوا تفقات حارة لهذه الحالة، الكآبة والرثاء والندب اللي تنعيشوه، وفين في الجوامع؟ وشكون اللي راكمها؟ تخلف ديال هذه الحركة الوطنية، أول كذابة، يلاه لقيو السلاح. محمد الخامس جاي شاف في القمر ولد النبي، يا وصفاكم واحد واحد، واش كاين شي حكومة ديال حكومة عبد الله إبراهيم نفسها؟ أنا كارثة، واش حررتوا البلاد؟ أول تحرير البلاد، ما حررتيش البلاد، علاش غتكون هاد الحكومة؟ شكون صوت على هاد الحكومة؟ شكون هي؟ قاعدين تصارعوا على الكراسة، يا الحسن قال لك هو ولي العهد، قال لك أنا اللي نكون نائب الرئيس، يلا. بغينا ناخد، ماشي غنتصارع مع الصهيونية أنا بكتاب ماركس، لا. غناخد قصيدة بدر شاكر السجاب عنوانها قافلة الضياع، مهجرة كون أنا شتو نقول لي يقول الضباع، والضياع راه تقدر يكون دري ضايع ورجع، وهو يقول الضباع اللي غيبقى ضباع. وهاد القافلة فين غادية؟ غادية نحو التضبيع. تتحمل هذه القصيدة كل الصور الفجائعية المتدفقة
كطرح اسئله مصيريه. اليوم شباب كيلوك في مصاصتو في الكليات والجامعات. سمع البدر شاكر السياب كيف يطرحوا أسئلة مصيرية. ترى في هذا الواقع في المؤلم المأساوي ترى فيه أنه نتيجة انفلات القيادة السياسية بين قوسين من المراقبة الشعبية، من المحاكمة الشعبية، ولهذه القيادات وحدها هي المؤشر لهزيمة مغربية بالذات. وهذا المغرب علاش نبكيو عليه بزاف؟ كنبكيش على فلسطين، كنبكي على حضارة مغربية شاملة وعظيمة. اللي ولات وكتفرح بإذاعاتها وتلفازاتها وكلابها وصحفياتها وترامب اعترف بينا واسبانيا اعترفت بينا، رئيس وزراء اسبانيا اعترف بينا. يا ويلاتي، واش مغرب عبد الكريم الخطابي ويوسف بن تاشفين والموحدين كيتسنى يعترف به ترامب ويعترف به اسبانيول، ماشي اسبانيا، اسبانيول المقمل لما الصخره كان كيجي يطلب. يا شنو دورك انت هاو؟ فين قوتك؟ في هاد الجيوش لما تتوجد فيها هاد العساكر وهاد القواعد العسكريه، يا خرج في اسبانيا او ان طهر بيزيه، طهر سبته ومليليه والجذور الزعفانيه. يا وليتي طلاب متسول، وشنو متسول وما قنعوكش 4000 ولا 5000 قصر وبلاطات واقامات في واشنطن، في باريس، في لندن. ليش؟ رانا ارسيلاك، انا بغيتك ترتفع محمد السري، انا مبغيتش نكون من دوك المتبلقين اللي باغي لك غير الغرق في التفاهات والسخافات. وانت خلقت من روح، من نفس، يمكن لك تصعد الى السماء يا محمد السري، ولكن شرط حيد عليك هذوك الكلاب، هذوك المنافقين، وقول انا مغربي. بركة كفى يكفي. السياد، وشوف علاش السياب ياك ما تسحب لي انا من دوك اللي قاعدين هاي عايشه فرصه في الكلمات على ديالي. قصيده السياب يا في قضيه الفلسطينيين بالذات، لان القصيده على القضيه الفلسطينيه. الحاملين اثام كل الخاطئين، كل هاد العرب وهاد الويل هاد الإسلاميين وهاد تحملوها وحدهم هكذا تيقول. خذاو إبعاد أزمة كونية صحيحة، خذاو تحملوا جرائم أوروبا ضد اليهود، هو تحملوها الفلسطينيين كيما حنا. ثانيا تيعيشوا وضعا عربيا
متخلفا ومهزوما. لأن ما معنى فلسطيني ومغربي؟ هو ضحية لجريمة لم يرتكبها وغير مسؤول عنها أصلا. هاد المغاربة وهاد الفلسطينيين